ونواصل نقاش حملة إنهاء الإفلات من العقاب مشاهدينا، والتي أطلقها ناشطون ومتظاهرون. تنضم إلينا الآن عبر سكايب من واشنطن منسقة في حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق السيدة ريا البرزنجي. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا بكم قناتكم الكريمة مشاهديكم الأفاضل. سيدة ريا، كيف يمكن تقييم أصداء الحملة في يومها الأول، سواء في التظاهرات التي خرجت في العراق أو الوقفات الاحتجاجية في عدد من العواصم الأوروبية؟ يعني الحملة اليوم كانت ناجحة بامتياز، وحقيقة فاقت مستوى التوقعات عندنا، وخصوصا من المشاركين من أبنائنا وأخواننا في داخل العراق. خرجت حشود كبيرة جدا في بغداد، في البصرة، في الناصرية، في كربلاء، في النجف وبابل، إضافة إلى وقفة تضامنية في أربيل في إقليم كردستان. مع ذلك أنه كان عندنا وقفات أخرى في دول أخرى مثل ما تفضلتي. يعني إحنا خرجنا بوقت واحد متزامن في 4 مدن أمريكية، مدينتين كندية، و5 مدن أوروبية في دول أوروبا. فالحملة يعني ناجحة جدا، وإحنا سعيدين أن هذه تكون هي الخطوة الأولى لخطوات كثيرة مقبلة إن شاء الله في المستقبل لتعزيز وتحشيد حول هذا الموضوع. إلى أي مدى ساهمت الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال العراق عام 2003 في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب في العراق؟ يعني إلى حد كبير أعتقد أنه العراق كان عنده أمام فرصة ذهبية، هي فرصة ما بعد التغيير مباشرة عام 2003 ليقوم بنوع من العدالة الانتقالية، ما يسمى بموضوع يعني البحث في قضايا المساءلة والعدالة. لكن هذه مع الأسف عبرت هذه المرحلة بدون تحقيق العدالة لكثير من فئات الشعب، لذلك بقت كثير من المظلوميات والقضايا غير لم يعني تعالج، وهذا أدى إلى تفاقم موضوع الاضطهاد وموضوع التهميش لبعض الفئات في المجتمع العراقي، وصار أكو نوع من الرغبة في العنف أو أخذ الحق عن طريق العنف خارج إطار القانون وخارج إطار المحاكم. هذا الموضوع بالذات هو كان ربما مفتاح للأحداث اللي حدثت يعني بعد ذلك، مما أدى إلى نوع من الإجبار على الإفلات من العقاب، يعني إجبار المجتمع أنه يتقبل هذا الموضوع. طبعا إحنا نقول اليوم أنه بعد يعني مرور هذه الحكومات المتعاقبة كلها فشلت في تحقيق العدالة، كلها فشلت في مخاطبة هذه المظلوميات، كلها فشلت في تحقيق المساواة بين أفراد الشعب العراقي، في توفير الخدمات، في توفير الحياة الحرة الكريمة، فرص العمل إلى آخره. كل الأشياء اللي موجودة على القائمة كلها هي فشلت بها. فالموضوع الآن أصبح وصل إلى حالة خطيرة جدا، يعني الحالة الآن أنه تقوم الحكومة باستغفال الشعب العراقي بتقديم إلى محاكمات أو يعني حالات اعتقال لمشتبه بهم أو مجرمين، برغم من وجود الأدلة أو برغم من وجود الإمكانية لمحاكمتهم في المحاكم العراقية، إلا أنه يعني يتم إطلاق سراحهم، وكأنما الحكومة تساهم وتتواطأ في عملية الإفلات من العقاب. يعني هذا راح يكون له عواقب خطيرة على المجتمع، لأنه المجتمع العراقي تحمل كثيرا يعني في العهود السابقة من حروب وأزمات و تجويع عن طريق الحصار الجائر، وبعد ذلك أيضا جاءت الحكومات المتعاقبة اللي هي وعدت بالحرية والديمقراطية، ولكن مع الأسف هي فشلت في تحقيق ذلك، وأهم شيء هي فشلت فيه هو تحقيق العدالة والمساواة. لذلك احنا طالعين اليوم حتى نقول للمجتمع الدولي ان هذه الحكومة وهذا البلد الذي تتعاملون معه وتستثمرون فيه ولكم علاقات واتفاقيات دولية معه، هذا البلد هو يقوم بخداع شعبه ويقوم باضطهاد شعبه ولا يوفر له أي أبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة، لذلك أنه يجب أن نضع حد لهذا الموضوع. يجب تحقيق العدالة في العراق، وأولها إنهاء الإفلات من العقاب. سيدة ريا، ما هي الخطوات المقبلة التي تعدونها لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه كل عراقي، وهو الحد من الإفلات من العقاب على كل هذه الانتهاكات التي ذكرتيها، سواء في السجون أو في المستشفيات أو الخدمات البسيطة من ماء وكهرباء أو رعاية صحية؟ هل يمكن أن تفعل سياسة لمحاسبتهم على كل هذه الجرائم من خلال محاكم دولية مثلا باعتباركم في الخارج؟
يعني احنا ما نطمح الى هو يعني الضغط على الحكومة العراقية لإقامة العدالة في الداخل قبل الخارج. المفروض انه الحكومة العراقية يكون عندها درجة من المسؤولية ودرجة من الشفافية، بحيث انه تفعل موضوع المحاسبة القانونية، وان يكون القضاء عادل ومستقل وغير مسيس، ولا يضغط عليه الأحزاب أو الميليشيات أو أي جهات أخرى. المفروض أنه العدالة تتحقق في البلد. أما إذا لم تتحقق العدالة في البلد، فمن حق المواطنين رفع قضايا لهم في المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة إذا كان الأشخاص المتورطين بهذه الجرائم هم من حملة الجنسيات الأجنبية، ممكن محاكمتهم في دولهم التي تحمل هذه الجنسيات. إحنا بالنسبة لنا كحملتنا كخطوة أولى هي حملة توعوية، حملة إعلامية، حملة تحشيدية الآن. بعد ذلك في المستقبل ممكن أن يكون لنا خطوات ثابتة، وخطوات ممكن أن تكون بالتعاون مع منظمات الحقوق الإنسان المحلية في العراق، وأيضا المنظمات في الخارج بحسب القضايا. ولكن بالتأكيد أنه إحنا يعني بدينا المشوار بخطوة أولى، وإحنا نعرف أنه هذا المشوار يعني راح يكون طويل وربما يستغرق الكثير من الجهود، وبالتأكيد أنه إحنا نسعى إلى تضافر جميع الجهود من كل الأطراف التي لها الإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة في العراق. هل يمكن اعتبار حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق صوت سلمي آخر مشابه لصوت الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019؟ يعني بالتأكيد احنا كثير من الناشطين الموجودين الآن في هذه الحملة هم نفسهم شباب تشرين، وبالتأكيد انه احنا هي هذا كان مطلب موجود بالمظاهرات، ليس فقط من مظاهرات 2019، وإنما كان أيضا موجود هذا المطلب من انطلاق المظاهرات في 2011. يعني كان دائما مطلب تحقيق العدالة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب هو مطلب أساسي وجوهري في كل هذه الوقفات وكل هذه التظاهرات. احنا اليوم اللي نطالب به انه احنا نضافر هذه الجهود كلها، نعظم ونكبر من هذه الاصوات لكي لغرض اعلائها ولغرض توصيلها الى المحافل الدوليه، لكي نجد حل عملي وجذري لحل هذه المشكله. شكرا جزيلا لك سيدة ريا البرزنجي المنسقة في حملة إنهاء الإفلات من العقاب، حدثتنا عبر سكايب من واشنطن.